احد الظواهر اللي منتشره كثير في المواقع الالكترونيه انه لما شركه او براند معين بيشتغل مع شركه كبيره، مع براند كبير، مع شركه عالميه او مجموعه من الشركات هاي، بيروح مباشره اول شغله بيحطها بالويب سايت عنده لوجوهات عملاؤنا من نحن، وبيحاول يبرز جدواه او جدارته من خلال سرد، فقط سرد العملاء اللي بيشتغل معهم. وبيعتقد انه فقط مجرد انه الناس لما تعرف انه هذا الشركه او هاي البراند مشتغل مع شركات هاي الكبيره العالميه، فاذا هو محل الثقه، او انه هو قادر على القيام بالمهمه، او انه انا لازم اشتغل معه. في الواقع مش هيك الحوار، مش هيك الصح، ومش هيك اللي بيصير. اول شيء، لا يعني انه وجود شركات مهمه او شركات كبيره او مؤسسات محترمه او لها اسم موجوده عندك في الويب سايت انه هذا فقط انه هذا كافي انه يخلي الزائر يثق فيك ويقول بدي اشتغل معك، او العميل اللي ممكن انت بدك اياه يشتغل معك. لا شك طبعا انها هي بتضيف نوع من الثقه، وبتضيف نوع من الـ من من الـ من خلينا نقول من بتعطي نوع من الجدوى، انها تحفز الناس انه اوكي هاي الشركه نوعا ما محل ثقه، ولكنها مش كفايه. اوكي، مش كفايه انك تعتمد عليها فقط انك اذا حطيت لوجوهات الشركات او البراندات الكبيره اشتغلت معها في موقعك انه هذا حيجيب لك زباين. زبونك لما بزور الويب سايت تبعك بيكون بدور قاعد على وين انت حتاخذه، شو الديستنيشن اللي حتوصله إلها بشكل واضح، هيك بده اياها بوضوح، يعرف اذا اشتريت شو حيصير، هاي اللي بيكون يبحث عنه. معظم المواقع الالكترونيه بيكون فيها سرد كبير، هيك سرد سريع، من نحن واباوت اس ومدري شو عملاؤنا، وحط لك اللوجوات هاي الانترستينج اللي حكينا عنها، وابدا مش مجاوب السؤال هو شو بيعمل، او مجاوبه بشكل فيج، يعني بدك محلل حتى يفهم شو قصده، او انه بيكون مشتت الجمهور اللي بزوره. والله انا بعمل مليون شغله، بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا، طلع بتشتت اللي بيدخل عندك. شوف، زبونك بده وضوح، زبونك بده فعلا يثق، يعرف انه بتعامل مع شركه لها اسم بالسوق، متعامله مع شركات ثانيه، ولكن بنفس الوقت مش كثير بهمه من هم عملائك بقدر ما بهمه انه يعرف اول شيء شو انت بتعمل، هل فعلا انت بتقدر تعمله صح، هل موصل الفكره. بعدين اوكي اقول له والله هاي كيس ستاديز، يعني هذول عملائنا وشوف هيك عملنا لهم كذا وعملنا لهم كذا وعملنا لهم كذا. اوكي، يعني عشان بس ما تفهم الموضوع غلط، ما بحكي انا ما تحط مين هم عملائك، ما بحكي ما تحكي عنهم، ولكن لما بدك تقدم شو عملائك قدمهم ككيس ستاديز، اعملها وكانها قصه، انه اشتغلنا مع الشركه او البراند الفلاني الكبير كان عنده المشكله الفلانيه وساعدنا يحلها كذا وكذا وكذا، قبل ما نشتغل معه كان وضعه كذا، بعد ما اشتغلنا معه صار وضعه كذا. هيك الحوار بيختلف، هيك زبونك لما بيقرأ حتى عن عملائك بيكون قاعد ببني قرار انه يشتغل معك، لانه اصلا قاعد بيشتري، انت قاعد بتبيعه، لما تشرح له كيف ساعدت غيره. اما فقط انك تحط اللوجو وتحط الشركه، اسم الشركه، والله احنا اشتغلنا مع شركه اكس العالميه، وتفكر انه هذا الحكي بكفي، ما بكفي. تفكر انه هذا الحكي ببيع، ما ببيع. بجيب زباين، ما بجيب زباين، هو فقط شو اوف. اوكي، شو اوف هذا بيجي عليك انت كبزنس اونر، ام سوري، بس بيجي عليك انت كبزنس اونر تشعر افضل، تحس باحساس جميل انه والله اشتغلنا مع هذول الشركات، احنا وي ار شوينج اوف، احنا بنفرجي حالنا قديش عظماء. اخر شغله بتهم زبونك او بفكر فيها زبونك انه شوفك انت براغينج او انك شوينج اوف، بتفرقش معه الموضوع بمره، هو بهمه يعرف انت كيف حتفيده، هو زبونك ايجر عطشان للمعلومه هاي، كيف حستفيد من هذا البراند اذا اشتغلت معه، شو حيصير، كيف حيحل مشكلتي، شو بيقدم لي. بعدين لما بدك تقدم انت بتشتغل مع مين، اوكي قدم واحكي عنها بشكل صحيح، مش بس انه اشتغل مع شركه فنيه وهي اسمها وهي اللوجو، لا قول لهم شو عملت لها، كيس ستدي عمل عنها. هيك بصير في ثقه اكثر، وستجد انه فقط تغيير هذا الامر في الموقع الالكتروني عندك حيكون حيعمل فرق كبير جدا في السيلز وعجبه وعدد الاوردرات اللي حتيجيك، فقط انك بس تروح تعمل صياغه جيده لكيف بتقدم، مين العملاء اللي اشتغلت معهم. بدل ما تكون لوجو يكون لا في عندك كيس ستدي تظهر كيف هذا العميل استفاد منك. في نهايه هذا الفيديو بتمنى انك تكون استفدت منه، واذا استفدت منه اعمل منشن لشخص حاب تفيده، واذا بدك مساعده في تطوير نظام تسويقي متكامل من ضمن هذا النظام التسويقي يكون في عندك تيستيمونيالز معموله بشكل صحيح، يعني فيدباك من عملاء انت اشتغلت معهم معمول بشكل صحيح ككيس ستدي،
اذا انت في المكان الصحيح. تقدر تروح على الموقع الالكتروني getvan.com وتعمل اوردر راح نتواصل معك. او اذا حاب تعرف اكثر قبل ما تعمل اوردر في ويبينار جديد, ويبينار تريننج او في برزنتيشن تم اطلاقه جديد هذا حديثا يعني, ف موجود الرابط في الفيديو, فيقدر تروح على الديسكريبشن ادخل على الرابط سجل بياناتك وشوف البرزنتيشن, واعتقد ان هذا البرزنتيشن حيساعدك كثير كبزنس ليدر. شكرا للمتابعه واتمنى لك التوفيق. السلام عليكم.